صباح الخير يا ليلى، كيفك؟ صباحك تمام، انت كيفك؟ الحمد لله، دائما نقول الحمد لله على كل شيء. صباح الخير لكم مشاهدي الأخبارية السورية، يوم جديد وبداية جديدة، وإن شاء الله يا رب تحمل لنا ولكم الخير الصحة والانفراج على جميع الأصعدة، ويكون نهارنا خير، يحمل لنا أي شيء بنحبه بحياتنا، ويكون أكيد برفقة الأشخاص اللي بنحبهم. مشوارنا الصباحي بلش معكم، وأكيد اليوم ضيوفنا من مجالات مختلفة، وأكيد حنروح للمحافظات السورية لنعرف أخبار أهالينا. سعد صباحك يا ليلى. صباح الخير لك يا رشا، وصباح الخير لكل الأشخاص اللي عم يحضرونا. نهار جديد يا رب يحملكم كل الخير، الصحة والرزق وراحة البال. مشوارنا الصباحي بلش بمحطاته العديدة والمتنوعة، وكثير من الفقرات رح نتناقشها مع ضيوفنا الاختصاصيين، لكن مثل العادة رح نروح لفاصل لطيف ونبدأ. يا رفاقي لفراقه إذا عطلت
إذا عطرت من أنسه وقبل ما نستقبل أولى ضيوفنا لليوم رح نروح لمحافظة اللاذقية لنشوفك ضمن تقرير معنا لليوم بيحكي عن الحلويات الشعبية اللي هي إرث عريق وتوارثته الأجيال جيل بعد جيل وما زالت لليوم عم تتصدر واجهات المحلات. خلونا نشوف اليوم أهلينا باللاذقية شو أهم الأكلات أو الحلويات اللي هنن بيستهلكوها خلال أيام رمضان وأول أيام أعياد الفطر. مشهد تخاله حكرا على السيدات تغيب فيه الآلة ويحضر العمل اليدوي لتتصدر الحلويات الشعبية واجهات المحال في مدينة اللاذقية خلال شهر رمضان الكريم. اخترنا الحلاوة لأنها كانت أكلة شعبية ومعروفة وكانت عندهم باللاذقية قليلة، كانت شغلة بحمص وأنا كنت متعلمة متقنة مزبوط يعني، واشتغلنا تعلمتها هون باللاذقية بس من المعلمين يعني باللاذقية كبار. دخلت مع الطائف العصافيري، دخلت مع المدلوعة بالقشطة، دخلنا البلورية بالقشطة دخلتها معها، هي كنا بالبداية. وبعدين صرت تنزل ومطلقت الحمد لله الحلاوة، يعني بعد ما عانينا شوي وتعبنا بالشغل تعلمت أول شيء شوي شوي، تعلمت الكنافة، بعدين تعلمت الحلاوة، تعلمت النمورة، تعلمت اشتغلت مثلا بعدة محلات، حدا يعلمني الكنافة وحدا يعلمني الحلاوة بجبن، حدا يعلمني النمورة. إتقان ومهارة لتبقى الحلويات الشعبية إرث عريق يتطور عبر الأجيال. وبأول محطاتنا مشاهدينا راح تكون فقرتنا الطبية وراح نرجع نخصصها للمرأة الحامل وكيفية رجوعها للنظام الغذائي العلاجي والدوائي اللي كان متبع ما قبل فترة الصيام، ومجموعة من النصائح راح يقدم لنا اياها الدكتور أكرم أحمر اختصاصي في الجراحة النسائية ومعالجة العقم. يسعد صباحك دكتور. يا صباح الفل، يا ميت هلا. صباح الخير حكيم، يا صباح النور، اهلا وسهلا بحضرتك. ميت هلا. عم نودع الشهر الكريم ونحن اليوم بكره بجوز وقفه، بنقول لك العام بخير اكيد بمناسبه عيد الفطر. اهلا وسهلا دكتور. اليوم الامراه الحامل اللي دخلت بنظام الصيام خلال الشهر الكريم اليوم بدها ترجع للنظام الغذائي المعتاد، خلينا مثل ما فاجأنا الجسم، في ناس ما هيئت يعني امراه حامل ما هي دخلت بهذا النظام اليوم بدها ترجع، شو هي اهم القواعد الاساسيه لحتى نرجع للنظام الغذائي السابق مع مراعاه اشهر الحمل كان الاشهر الاولى او الاشهر الاخيره؟ سيدتي قبل كل عام تبقى الفخير يا رب كان انه شهر هيك فضيل وكريم مثل ما بنعرفه دائما. امين. بالرغم من اللي صار ببلدنا وبالشام خصوصا، فبس بدي اقول كلمه هيك حلوه كثير اذا تسمحوا لي. تفضل. انه بنقول بس هيك دمشق صبرا على البلوى فكم صهرت سبائك الذهب الغالي ولم يحترقا،
فكل عام بخير وانت بألف خير وان شاء الله هيك الفرج يا دكتور على دائماً على الجميع. الفرج قادم امين. الشام وسوريا ما بتنضام دائما. هلا بنرجع لموضوعنا سيدتي. نحن خلينا يعني نحط هيك خطوط عامه انه الحامل رح نقول عنها حامل وفاتت بشهر رمضان. بنرجع لاشهر الحمل نقطه كثير مهمه ذكرتيها، اشهر الحمل الاولى والمتوسطه والاخيره. نحن خلينا نكون متفقين انه باشهر الحمل الاولى انا شخصيا واغلب الزملاء يعني انه المراه الحامل ما بنفضل تصوم باشهر الحمل الاولى لسبب انه هو يعني هدول الثلاث اشهر هن الوقت يلي هو بناء وتكوين الجنين يلي بحاجه فيه كثير لعناصر مهمه جدا جدا جدا. طيب وبالإضافة لأنه في أعراض لحام والغثيان والإقياء يلي بدها توصيات خاصة من حيث عدد الوجبات ونوعية الوجبات السناكات الخفيفة فلا يمكن أنه تقدر تصوم. طيب هلأ نفترض نحن أنه عنا امرأة هلأ حامل، اكتشفت حالها حامل، قررت أنه بدها تصوم كل رمضان أو كم يوم برمضان. طيب معناه نحن ضده إذا بأشهر الحمل الأولى، هلأ من ميزهم نقول بدها ترجع لحياتها الطبيعية. أهم شيء إنه نرجع نذكر قاعدة ذهبية لبهي الحالة هي إنه أنت ما عم تاكلي عن 2 ككمية، أنت بدك تاكلي عن 2 كنوعية. نعم. وليس ككمية. هاي شيء خطأ شائع جدا يعني. يعني هلكنا فيه نحن هذا الخطأ. تصحيح دكتور على يعني طول. يعني نحن وأنتو هلكنا فيه، متأكد هالقصة ولهلأ بنسمعها بعياداتنا وبجلساتنا الخاصة. فلذلك أنه نكد علي مرة تانية إذا سمحتوا أنه أنت ما عم تاكلي، ما لازم تاكلي ككمية عن 2، إيه كنوعية عن 2. طيب تمام. هلأ بنقول أنه هي كانت صايمة وفاتت بالطقوس تبعيته. وخلينا نتذكر شغلة إذا سمحتوا سيداتي، فضل أنه نحن يلي عم تصوم بشهر رمضان بغض النظر عن أشهر الحمل تقريبا هي كأنه عم تعمل نظام الصيام المتقطع، ولكن مع خطأ فادح جدا 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 هلأ بيمرق معنا. طيب هلأ نحن أنه صامت كم يوم أو صامت كل رمضان قررت وجارت على حالة وما بعرف شو بدها ترجع. طيب بدها ترجع هون مو عن 2 بالكمية بالنوعية قلنا، بس ترجع بقى بنوعية دقيقة جدا يلي هي بتقول الابتعاد قدر الإمكان عن كل شيء كربوهيدرات أو نشويات أو سكريات. نعم. العصائر يلي كانت تشربها بشهر رمضان يلي هي مشهورة عنا، العصائر يلي بيشتروها ويجيبوها هي تماما تبتعد عنها، ترجع بقى لكل شيء طبيعي بتقدر تساوي وهلا متوفر بصوره ما ترجع لكل شيء طبيعي، ترجع لغذاء يلي هو لاشهر الحمل الاولى مثل ما قلنا بناء وتكوين الجنين. بمعنى لما كنا نقول الحامل باشهر الحمل الاولى انه انت بدك تركزي على البروتين بالدرجه الاولى، الفيتامينز بالدرجه الثانيه. نعم. شوية كربو يعني نشويات وسكريات والدسم. وهلأ أرجو الانتباه لكلمة الدسم لأنه هي بدي أوضح فيها شغلة مهمة جدا، أنه الزيوت النباتية وهي كلها تبتعد عنها، ترجع لزيت الزيتون الطبيعي اللي الحمد لله متوفر ببلادنا بشدة ومن أجود أنواع الزيوت بالعالم. الشيء الثاني كمان حتى نسموه السمنه، ترجع للسمنه او الزبده الصافيه العربيه يلي ما أنا مخلوطه بمواد ثانيه مهدرجه مصنعه. السبب وخاصه ليش عم ركز على كلمه دسم، لانه قليل ان من مجرد تذكري للحامل بدك تاخذي دسم لك لا دكتور بدي صح وبدي ما بعرف شو. لا، من الا هي الدسم ضروريه جدا وخاصه في بعض انواع الفيتامينز الفيتامينات ما تمتص الا لانه هي اذا كان في دسم، الا اذا كان في دسم. تمام. لانه هي تنحل بالدسم وعلى راسها فيتامين د وفيتامين اي يلي هو ضروري للبصر وهي. طيب من الا تركز كمان على الشيء الثاني يلي هو في الكالسيوم كميه كبيره كثير، والفوليك اسيد خاصه بنعرفوا قديش مهم لنمو الجنين وخاصه الجهاز العصبي المركزي للجنين. طيب
في عنا معادن وفيتامينات تانية اللي هي ضرورية جدا لذكاء الجنين يعني اللي عم يتشكل هو إساته ببطن أمه. فلذلك اللي بنقول بأشهر الحملة الأولى ترجع لنظام حياتها الطبيعي العادي مع التركيز على أنه مثلاً البروتينات الحيوانية بشدة ترجع تركز عليها، لأنه كتير منهم مثلاً بيبتعدوا عن السمك بشهر رمضان لأنه بيقولك بيعطش، بيبتعدوا عن مأكولات اللحوم الحمراء يعني شوي غالية كمان والشي تاني كمان بعض غسل عنهم دكتور يعني وشوي تاني بتقولك أنه كمان بيعطش. طيب السمك أنه بالشتاء مثل هلأ إجا رمضان بالشتوية بيكون كميته قليلة، فلذلك منقول نحنا أنه الجأوا للبديل عن السمك يلي هو بأشهر الحملة الأولى بدي أقول يكفي مرة واحدة بالأسبوع أو مرتين يفضل، بس مرة واحدة كافي علبة تونة أو وجبة سمك بالأسبوع، طبعاً مع الابتعاد عن بعض أنواع الأسماك اللي هي ما كتير موجودة ببلدنا يلي بيكون فيها كميات كبيرة من الزئبق يلي عايشة بالبحار والمحيطات أو بأماكن ملوثة عند مصبات الأنهار، بيكون فيها كميات كبيرة من الزئبق عفواً يلي بيتراكم بجسم الجنين وبيأثر على ذكائه وحجم دماغه وحق وقطر الرأس عنده. فلذلك هدول تبتعد عنهم، تلجأ للسوائل كمية كبيرة، للعصائر الفريش الطبيعية بكمية كبيرة. طيب هلأ حامل كانت بأشهر الحمل المتوسطة يلي مسميها نحن الحامل أشهر العسل بالنسبة للحامل، أوكي هي الحامل أنه ترجع للنظام الطبيعي ولكن ليس بالشراهة المطلوبة، لأنه بأشهر الحمل الأولى قليل جدا زيادة الوزن بالنسبة للحامل، تبدأ زيادة الوزن بأشهر الحمل المتوسطة والأخيرة. فلذلك هون المراعاة الكمية، يعني ما نشعر أنه نحن كنا بشهر رمضان شوي محرومين أو هيك، نعود نقوم بقى نعود ونفلش هديك الفلشة وما منشوفها كتير يعني. طيب بأشهر الحملة الأخيرة هون صار في عندنا دقة زيادة بالموضوع، خاصة من حيث أنه ترجع للأكل يلي فيها تتناوله مع كمية قليلة جدا من الملح عشان ما تصاب بارتفاع ضغط شرياني حملي أو يعني احتباس سوائل ممكن يصير. الشيء الثاني اللي بنرجع للأكل السكريات يلي لا تؤدي أنه هي يزيد عندها نسبة حدوث داء سكري عندها، وبالتالي ممكن يصير داء سكري عن جنينها، وخاصة إذا كانت الحامل شوي بأشهر متقدمة فوق 38-39 في قصة عائلية بالعائلة لداء سكري أو لهاي بلاد بريشر لارتفاع ضغط دم، أو إذا في عندها بالأساس إنه عندها مشاكل بولية وهي منشوفها كتير مشاكل بولية. نحن نشوف عند الحامل شيء بسبب هرمونات الحمل أو شيء بسبب أنه لما بيكبر الحمل والرحم طبعاً أنه بصير بيضغط على المسالك البولية يؤدي لركودة بولية بالمثانة، وبالتالي زيادة تكرار التهاب المجاري البولية. وهون نقطة بدي ضوي عليها إذا سمحتوا لي، أنه نحن كل شهر أنا بفضل لمريضاتي أنه بالشهر كل شهر تعمل فحص بول، لو ما راجع الطبيب تبعت له إياه بس أنه في فحص بول، لأنه في عنا كتير حالات منسميها بيلة جرثومية لا عرضية، ما بتكون عاطي أعراض اللي بنعرفها يلي هو الإلحاح البولي أو الزحير البولي أو لون البول العكر الغامق، بجوز ما تنتبه له. فهذا ممكن يأهب لبيلة جرثومية لا عرضية قد تؤدي لالتهاب حويضة وكلية يلي هو من الحالات الخطرة للحامل، خاصة بأشهر الحمل الأخيرة يلي خطرة على الحامل وعلى جنينها، من حيث ممكن تعمل مخاط باكر أو تعمل التهابات قوية كتير عندها يعني بكل جسمها يروح الالتهاب وبالتالي يأثر على صحة الجنين. فلذلك هي النقطة جدا هامة تناول السوائل بكمية كبيرة. هذا بخلينا نرجع لموضوع اللي قلنا أنه هو الصيام تقريبا برمضان كأنه صيام متقطع. طيب دكتور بالنسبة للصيام المتقطع كثير من السيدات الحوامل بيتبعوا نظام الصيام المتقطع قبل رمضان، أول شيء هل هو مسموح للمرأة الحامل الصيام المتقطع، وفي حال كانت متبعته كيف ممكن ترجع له بعد شهر رمضان؟ سيدتي لقلك هلأ نحن إذا بدنا نحكي بحالة ما رح نقول مثالية، بحالة يعني طبيعية لازم نمشي عليها، أولا نحن خلينا نقول أنه في عنا شيء اسمه الحمل المبرمج، يعني طبعا كله بإذن رب العالمين، بس نحن منقول أنه يلي عم تبرمج حالة لموضوع أنه بدها تكون حامل وممكن يجي حملة بشهر رمضان تجهز حالة من قبل، تعمل فحوصاتها تشيك تبعها تعرف في عندها فقر دم، عندها نقص حديد، نقص فيتامين د، نقص كلس، تحاول تعوض. تمام؟ طيب هلأ
طبعا الصيام المتقطع صفيان موضه هلا، مثل ما قلنا انه على الاقل صيام في منهم 16 ساعه بيصوموا نهائيا عن اي تناول ماده طعاميه على الاطلاق. في ناس بياخذوا الوسطي 14-12 ساعه. طيب بس لكن حميه الصيام المتقطع سيدتي تنص على شغله جدا جدا هامه، انه بهالفتره هاي 16 او 14-12 ساعه اللي هو انه بهي الفتره مو مسموح، يجب تناول السوائل بكمية هائلة بهي الفترة. طيب نحن برمضان عم تعمل هي بهالمعنى صيام متقطع، تقريبا كم ساعة صيام فيه إذا قلنا من 7 للـ 4 الصبح أكثر من 16 ساعة، ولكن هي ما عم تاخذ سوائل على الإطلاق. إذا هي عم تعمل صيام متقطع ولكن بأسوأ شرط له يلي هو إنه ما عم تتناول سوائل فيه. إذا هي هون عم تأذي جسمها بشدة، تمام، وعم تأذي جنينها. فلذلك أنا بقول إنه إذا حامل بدها تعمل، وخليني أرجع لأشهر الحمل الأولى، قررت تعمل صيام متقطع لأنه ماشي فيه من قبل، أو هلأ بدها تبدأ فيه لأنه ما بدها تصح زيادة، بتقلي إنه بده يصير في عندي كسب وزن، وبكرة بعدين لما بولد وبلش إرضاع ما رح ينزل هذا الوزن اللي كسبته. وهو الطبيعي تكسب وزن الحامل بالمناسبة من 9 لـ 11 كيلو 12 كيلو بكل فترة طبيعي الحامل. هذا الطبيعي، هذا الطبيعي بين الوزن اللي بتصير وبين المشيمة والجنين والغاينميوسي بلا 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 اللي بده يصير فيها. طيب هلأ نحن من قلة يلي هي بدياني بصيام متقطع وأشهر الحمل الأولى، أنا بالنسبة إلي إيمع عن موضوع الشرعي أو الديني، هذا له اختصاصه وناسه، نحن نحترم رأيهم. أنا بقول الرأي الطبي بدها تكمل بالصيام المتقطع، أوكي تصومهم 12-14 ساعة دول عم نحكي عنهم، ولكن تشرب سوائل كمية كتير كبيرة. عدا عن أنه أنا ما مثل ما حكينا بالبداية أشهر الحمل الأولى أنا ضد صيام المرأة الحامل. طيب بأشهر الحمل المتوسطة وأشهر التلت الأخير للحمل بدها تمشي بهذا الصيام، أوكي تمشي فيه، ولكن مع تناول سوائل كمية كبيرة هائلة أثناؤه. كيف بدهم يلاقوها يعني تدبيرة للقصة ما بعرف. فلذلك لما بدها خلص شهر رمضان بدها ترجع للصيام المتقطع تبعها. أولا أهم نقطة أنا بالنسبة إلي يلي كانت عاملة بسبب الصيام إنه 16 ساعة، ترجع للصيام المتقطع اللي هو على الأكثر شيء 12 ساعة، يعني اللي هو ممنوع يدخل مواد طعامية 12 ساعة لوزن الجسم. نعم. ولما بدها تاكل ترجع ل كثير شيء يعني نقط مهمة، لوجبات خفيفة قدر الإمكان، يعني متعددة وخفيفة، يكون أساسها البروتينات والفيتامين والمعادن، الخضروات والفواكه بشدة، طبعا عدا الفواكه هي اللي غير قابلة للغسيل أو التعقيم مثل الفريز أو التين، هذا من إلا أنت ممنوعة عنه لأنه ما بيتغسل هذا. فلذلك إلا ترجع لهم، وبترجع لنظام الصحي بنقطة هامة جدا، يعني بشرط تحت شرط هام جدا، أنه تعمل فحوصات، فحص دم يعني لإلى دم جديد، تشوف سكرة قديش، المخزون الحديد الفريتين بجسمها قديش، خضابة، الفيتامين دال، الكالسيوم قديش عندها، بالإضافة لفحص البول والراسب يلي إنه نشوف إذا في عنا التهاب بولي غير عرضي موجود عندها. طب دكتور خليني أسألك من جواب حضرتك في معلومة جدا شائعة نحن بنسمعها بين النساء وطبيا يعني في آراء حولها، يعني اليوم وقت بتشكل الجنين ضمن الرحم الكيس المحيط للجنين المي الموجودة، في طبيا بيقولوا إنه هاي المي بتيجي مع الجنين يعني معدلة خلينا نقول ثابت، والبعض بيقول لا هي بتخف بكمية سوائل أو إذا صار في تقليل بشرب المية. نعم. فبشوف بعض الأطباء أو بعض النساء بيقولوا الدكتور قال لي شربي مي كتير مشان تزيد نسبة المي داخل كيس الرحم، طبيا شو الصح دكتور؟ طيب بسمحي لي، حضرتك سألتيني هذا السؤال من خلال جوابي. تفضل. طيب أنا رح جاوبك من خلال سؤالك عن شيء أنا عانيته، يعني مو عانيته بمعنى مع بنتي، أنه كان في شوي مو شح، هون تعبير الطبيب اللي شوي قلت بالسائل الأميوسي. طبعا كل النصائح يلي اجيت وانا ما دخلت فيها انه كل النصائح اهم شيء تشربي كمية كبيرة من السوائل الحامل لزوجتي. الحقيقة ما في اي بحث أثبت بيقول انه شرب السوائل كمية كبيرة بيخلي انه سائل الأميوسي
يرتفع. يرجع يعاود ويرجع يرجع للمعدل تبعه. لا ما في اي بحث على الاطلاق، ولكن نحن بنقول انه لا نملك غير نقول انه الشبي مي كثير لانه هو الشح سائل امنيوسي من الشبي سوائل، فيعني هيك بتطلع معنا والراحه هو بتشكل والراحة. مع الجنين يعني داخل الكيس بتشكل طبعا هو الجنين اللي بيشكل جزء اساسي منه من خلال البول تبعه، هو بيبلع الجنين وبالبول تبعه هو بيروح بيكمل سائل. سالتك عليه لانه في كثير اختلاط بهي المعلومه طبعًا بين طبعًا الناس طبعًا. يعني فلذلك نحن ما بنملك غيرها، فبنقلها للسائل للحامل ارتاحي تسطحي قدر الامكان والشبي سوائل قد ما بتقدري. طبعا في منا بيقولوا لها ارفعي رجليك شوي لفوق انه القدمين رجلين اعلى من مستوى الحوض والمخده، خففي الملح يعني لا نملك غير نقول هيك لانه ما في عنا بحث، يعني احنا لا يمكن نجيب يعني بسبب الوضع الانساني بهالحاله انه نجيب 1000 امراه 1000 حامل عندها قله بالسائل الامنيوسي و1000 ثانيه كمان عندهم قله، خين الا الشبي مي كثير وهدول بقول لهم 1000 هدول ما تشربوا مي والنتيجه. طيب شو بياثر على الجنين دكتور هاي قله السائل الامنيوسي؟ نمو الجنين خاصه اذا كان في شح شديد بصفى الجنين بده يكبر ضمن الرحم ما عم يلاقي سائل يسبح فيه، فممكن مثلا الكتف او الايد لما بتجي بجدار الرحم ما بتاخذ بقى المساحه الكافيه تبعيته هالعضو للنمو له للجنين، فممكن يطلع عنا نقص نمو ضمن يعني نقص نمو الجنين ضمن الرحم. فلا هي من الحالات الغليظه اللي بنتمنى طبعا حكى كثير بهالموضوع انه ممكن نفوت عن طريق قسطره خاصه لجوف الرحم ونحقن سائل يعني هي بدها حلقه لحالها دكتور لا وهي ما كثير يعني الحقيقه اثبتت جدوى. المهم انه ما يكون في بهيك حالات تشوه بالجنين يعني تشريحي ووظيفي من ناحيه انه المثانه تبع الجنين والبول انه هو عم يبلع ما يكون عنده انسداد مري او تضيق مري ما يقدر يبلع وبالتالي تروح على الكليه ويبول ويروح على السائل الامنيوسي. هي داره كثير رهيبه بجمالها يعني الحقيقه. طيب دكتور كثير من السيدات او بعض السيدات بيتبعوا نظام غذائي معين سواء برمضان او غير شهر رمضان، انه خلينا نقول دايت حبت تعمل دايت معين يعني. هل هذا الشيء مسموح بأشهر الحمل أو ممكن يكون بأشهر معينة أو لا ما بيصير الحامل تعمل نظام مو نظام غذائي دايت تنحف حالة أو هدول القصص؟ لا أنا ماني مع الحامل أنه تنحف حالة بأثناء الحمل، يعني إذا هي كان عندها أوفر ويت زيادة وزن قبل ما تصير حامل ما لقيت غيره هي حامل تجي تنزل وزنها يعني فرصة مراكبة الحكاية، لأنه في منهم بيخافوا بيقولوا هلا رح نزيد نحن على الحمل لكن نزيد فوق معناتها زايدين فبنجي أثناء الحمل تعوا لننزل وزننا. لا بقول لهم لا هذا الكلام مرفوض نهائيا، ضبطي حالك قبل الحمل قدر الإمكان، وما ضبطتي في 3-4 كيلو زيادة مع 9-11 كيلو بندبرهم لبعدين بعد الولادة. أما أثناء الحمل أنه أنا ماني مع شيء اسمه دايت بمعنى تنزيل الوزن، يعني خلينا هيك نقربها شوي. أنا مع دايت تحافظ على صحتها وعلى اكتسابها للوزن بالحد الطبي مسموح. المنطقي المسموح ونفس الوقت تغذية الجنين وبناء جنين سليم، لأنه بناء جنين غير سليم قد يكون من أكبر الكوارث اللي تواجه أي عائلة وأي مجتمع وأي جسم طبي الحقيقة. فلذلك أنا كلمة دايت كلمة دايت للحامل لا لا أنا برفضها، لأنه مفهوم كلمة دايت أنه أنا أنزل وزني. هذا المفهوم عنا. لا أنا بقول لها نظام صحي، نظام صحي يؤدي للأهداف اللي ذكرناها قبل شوي. أنا هذا طبعا تماما معه، وخاصة اللي عندهم مشاكل بالغدة الدرقية الحامل يعني عندها مشكلة بالغدة الدرقية أو اللي عندها داء سكري أو مؤهبة لداء سكري وخاصة وجود قصة عائلية أو ارتفاع ضغط شرياني. طيب دكتور خلينا نقول بعناوين أخيرة اليوم بفقرتنا لليوم لحقنا نخلص الوقت معك بيمضى فورا. أنا سعيد تماما تسلم لي يا دكتور. اليوم هيك نصائح للحامل، قد اليوم المهم مراعاة الكم والنوع وقد اليوم مهم الفحص الدوري إجراء الفحوصات والتحاليل وخاصة بالأشهر الأولى. دائما الحامل بيهتم بأول شهرين 3-4 عرفت جنس المولود تصير تشيك كل شهرين 3 يعني يمكن بهدول شهرين 3 يصير شيء سلبي يأثر على حياة الطفل. خلنا هيك نعطي نصائح عامة للمرأة الحامل. طيب سيدتي بس برجع شوي قبل ما تصير حامل إذا في حمل مبرمج ونية عند الزوجين وكله بإذن رب العالمين تعالوا نتفق أنه نعمل استشارة عن دكتورة نسائية وإذا في ضرورة عند زملاء التغذية أنه يضبطوا شيء ناقص بجسمها عندها يعني نمونها بمعنى نمونها نعمل لها موني أوكي
طيب بأشهر الحمل الأولى المهم جدا أنه نصائح طبية للحامل تعمل فحوصاتها كاملة. نعم. الشيء الثاني أنه الزيارة الأولى للطبيب كما قلنا للحامل لنعرف أنه أولا في حمل ولا لا، هل هو ضمن الرحم ولا خارج الرحم، هل هو مفرد أو متعدد، لأنه كلاته تدبيره يختلف لاحقا بعدين، وحالته العامة لإلها مع الانتباه مع الانتباه، وخاصة أنه لهلأ نسا نحن عنا ببعض ببلادنا ببعض المجتمعات زواج الأقارب لا زال قائم بشدة بشدة. نعم. هذا من نتيجته بكثير حالات عم نشوف كوارث من هذا الموضوع. فلذلك إذا في قصة عائلية لتشوهات أو ولدان عم يطلعوا مصابين بأمراض معينة يجب دراسة القصة العائلية قبل الحمل إذا صار وارتبطوا يعني إنه قرايب قبل الحمل. هلأ هي بأشهر الحمل الأولى ما أوكي تعرف جنس جنينة إن شاء الله مثل ما بدهم يجيبوا يعني أي. بعدين بأشهر الحمل المتوسطة بما أن أشهر العسل خليها هون ترتاح، يعني بمعنى إذا ما في عرض ما إذا ما بدها تروح كل شهر تروح كل شهرين مرة ما في مشكلة. نعم. لكن بأشهر الحمل الأخيرة لا، رجعت المتابعة جدا ضرورية وخاصة لتحديد طريقة الولادة وموعد الولادة والتحضيرات. دكتور أهم شيء التشيك خلينا نقول الفحص الدوري ومراقبة الطبيب، اليوم في روحين هي أمانة بعنق الطبيب مثل ما بنقول. شكرا دكتور لحضورك اليوم وأهلا وسهلا فيك، يومك حلو. هلا كل عام بخير ويومك. شكرا لحضورك دكتور وللمعلومات اللي قدمتها وكل عام وأنت بخير. صباحك والخير يا رب. نحن أكيد مكملين بباقي فقراتنا الصباحية، وقبل ما نكفي ونروح لمدينة حلب عبر اتصال هاتفي خلينا نكون بموجز لأهم الأخبار لليوم وزميلتنا غيداء زيفا. صباح الخير يا غيداء. يسعد صباحك رشا. مشاهدينا ننتقل إلى موجز لآخر وأهم الأنباء بعد الفاصل. مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهره السابع استشهد 7 فلسطينيين في قصف للاحتلال وسط القطاع ومخيم الشجاعية، وبعد انسحاب قوات الاحتلال من خان يونس تم انتشال 12 شهيدا من مناطق متفرقة بالمدينة. ففي حي الشجاعية بمدينة غزة تم انتشال جثامين 6 شهداء من تحت أنقاض منزل قصفه الاحتلال، وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف منشأة تأوي نازحين جنوب مخيم أنصيرات وسط القطاع ما أدى لاستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين. وفي مدينة رفح جنوب القطاع استشهد شاب على الأقل وأصيب عدد آخر جراء قصف طيران العدو منزلا في بلدة النصر شمال المدينة. ارتقى 3 شهداء وأصيب آخرون بغارة إسرائيلية على منزل جنوب لبنان، بينما تواصل المقاومة في قطاع غزة تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة مكبدة إياه المزيد من الخسائر الفادحة في العتاد والأرواح. وأعلنت سرايا القدس قصفها مجمع أشكول الاستيطاني ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية، ليؤكد الإعلام الإسرائيلي أن الصواريخ انطلقت من منطقة خان يونس جنوب القطاع التي انسحبت منها قوات الاحتلال. وأكدت المقاومة تمكنها من إسقاط طائرة إسرائيلية من نوع كود كابتر والسيطرة على أخرى مسيرة من نوع سكايلارك كانتا تحلقان في سماء مدينة غزة، كما تمكنت من قتل جندي إسرائيلي كان متحصنا في أحد المنازل بمنطقة الشيخ عجلين جنوب غربي المدينة. واصل العدو الإسرائيلي يوم اعتداءاته على عدد من القرى والبلدات الحدودية اللبنانية مخلفا أضرارا في المنازل والممتلكات العامة، واستهدفت غارة شنها طيران العدو على بلدة كفركلة الحدودية حيا سكنيا وأدت إلى تدمير عدد من المنازل، في حين شن غارة على حراج بلدة السريري في منطقة جزين وغارة على أطراف بلدة جناتة في قضاء سور ما أدى إلى تدمير منزل بالكامل وغارة على قضاء حاصبية في القطاع الشرقي. كما نفذ الطيران الحربي المعادي عدوانا جويا بصاروخين مستهدفا بلدة يارون في قضاء بنت جبيل، واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدة حولة والطريق بين مرجعيون والنبطية.
كشفت وسائل إعلام مصرية أن المفاوضات التي تستضيفها القاهرة من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة أحرزت تقدما ملحوظا، ذلك نقلا عن مصدر مصري رفيع المستوى. وذكرت وسائل الإعلام أن هناك تقدما في المباحثات والتوافق على المحاور الأساسية بين الأطراف كافة، مؤكدا أن جولة المفاوضات بالقاهرة تشهد تقدما كبيرا في تقريب وجهات النظر. وأشارت إلى أن وفد المقاومة غادر وسيعود خلال يومين لإتمام بنود الاتفاق النهائي، فيما سيغادر الوفدان الإسرائيلي والأمريكي العاصمة المصرية خلال ساعات قليلة. وأضافت أن المشاورات ستتواصل خلال الساعات 48 المقبلة. وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أكدت أن جميع الأطراف تظهر في المفاوضات مرونة أكثر من ذي قبل، وقالت إن المقاومة تريد التوصل إلى اتفاق. مشاهدينا، هذا كان كل شيء حتى الساعة. عودة إليك رشا. شكرا لك يا غيداء، وباقي نهار حلو لك أكيد. أما نحن مكملين بباقي فقراتنا الصباحية، وهلأ رح نروح لمدينة حلب اللي شهدت ليلة القدر إقامة مبادرة لتحضير وتوزيع آلاف وجبات السحور، وكانت هاي المبادرة تحت عنوان سواء للخير. طبعا هاي المبادرة أقامتها مطرانية حلب وتوابعها لأسريان الأرثوذكسة. تماما يا رشا، وتم تحضير الوجبات من قبل شبيبة المطرانية في كنيسة مار جرجوس بحي السريان القديم، ومن ثم تم توزيعها على المصلين في مختلف جوامع حلب يا رشا. طبعا المبادرة تم توزيعها بحضور نيافة المطران بطرس قسيس مطران حلب وتوابعها لأسريان الأرثوذكس، ورح نحكي أكثر عن هي المبادرة. وضيفنا من حلب هو نيافة المطران اللي أصبح معنا عبر اتصال هاتفي. صباح الخير نيافة المطران. صباح الخير. صباح الخير من حلب، وكل عام وأنتم بألف خير. يسعد صباحك، كل عام وأنتم بألف خير ويعطيكم ألف عافية. طمنا عنكم وعن أهلنا بحلب بداية. عليكم بالخير. الحمد لله الحمد لله، نشكر الله بهمة جيشنا العربي السوري وقيادتنا الحكيمة الأمور. نعم. إن شاء الله من جيد لأحسن يا رب. يسعد صباحك سيدنا. بداية تحكي لنا عن المبادرة، كيف بدأت وكيف بدأت الفكرة؟ الحقيقة هي من الشباب. الشباب هن اللي نفذوا المبادرة. تمام. والشباب هن اقترحوا المبادرة. ولكن ما هي الأول مرة نحن منشارك إذا صح التعبير بهيك مبادرات. صحيح. بالسنوات السابقة إن كان كبطركية بالشام وإن كان بطرانيتنا بحلب ساعدنا بجهات أخرى، كنا داعمين باليد العاملة وأحيانا كمان بالأمور المادية لهيك مبادرات. ولكن هاي السنة حبينا أنه تكون المبادرة طالعة من عنا من المطرانية، وتحمسوا الشباب للفكرة مثل ما ذكرت، هي فكره شبابيه كمان. نعم. تحمسوا لها شبيبه اخرين وطلعت بالصوره اللي شهدناها من كم يوم. طيب اليوم العمل اللي عملته هو عمل عظيم جدا، وخاصه بالظروف اللي عم تمرق على المحافظات السورية وعلى أهالينا بكل المحافظات. اليوم عم نحكي عن آلاف الوجبات اللي تم تحضيرها، وهذا الشيء بده تحضير وتنسيق وبحاجه لفريق. نحكي عن هذا الفريق وكيف تم التحضير، وحضرتك كنت متواجد شخصيا بهي المبادرة. طبعا أنا يعني داعم أساسي للمبادرة وبهمني أتواجد حتى أشجع الشباب. نحن الفريق العمل يعني فريق التحضير إذا بدك والتنسيق هو موجود، لأنه نحن بعد زلزال حلب خاصة نسقنا العمل الإغاثي بمطرانيتنا بحلب بشكل جيد جدا، وصار كل مبادرة منقوم فيها من السهل تنسيقها وترتيبها بزمن قياسي وتنفيذها بطريقة منظمة وجيدة. فالعمل كان جدا سلس لأنه فريق العمل موجود، بيتميز طبعا فريق العمل بالهمة العالية، بمحبته للوطن، بغيرته على الكنيسة وعلى الأرض، وبالتأكيد هاي العناصر الأساسية. الأمور المادية بتجي بعدين، يعني نحن ما بنفكر بالامور الماديه لانه هي تفصيل كثير صغير بالعمل، باي عمل عم نقوم فيه، وخاصه لما بيحمل ناحيه انسانيه مثل. نعم. مبادره سوى للخير.
تمام، جهود كبيرة بتتطلب لتقديم هي الوجبات الكبيرة وضمان وصولها بوقتها للأشخاص الصائمين، تحكي لنا كيف تمكنتوا من هذا الشيء؟ تنسيق، ما في غير كلمة التنسيق الجيد بين كل الأطراف. حسبنا الوقت مثل ما ذكرت قبل شوي، ما هي أول مرة نحن بنشارك فيها، فعملنا كم تليفون لأشخاص عندهم خبرة، حددنا مواد المطلوبة للوجبة، وصينا قبل منهارين طبعا لأنه الكم كبير، وصينا الأفران بحلب 3 أفران وتأملنا الصمن، وصينا كمان من سوق الهال. تواصلت أنا شخصيا مع الدكتور رامي عبيد مدير أوقاف حلب، حدد لي الجوامع اللي لازم نغطيها بهالمبادرة، وأعطاني رقم الشيوخ كمان الأكارم اللي تواصلنا معهم كمان بشكل جيد، وحددنا ساعة البدء تنفيذ المبادرة، حددنا أنه بدها 3 ساعات تقريبا لتأمين 5000 وجبة، وساعة التوزيع كانت تقريبا بين 12 و12 ونص، وهي كان وقت مناسب بحسب توقيت صلوات ليلة القدر. أكيد كله مثل ما ذكرت كان بتنسيق جيد جدا على أفضل مستوى، والحمد لله يعني العمل أنت ذكرتي أنه هو عمل عظيم جدا، حقيقة نحن ما عم نشعر إلا أنه هو عمل محبة أكثر من يكون عمل جبار أو عظيم، هو عمل محبة، والمحبة تصنع المعجزات أحيانا ودائما وأحيانا. نيافة المطران، اليوم مثل ما خبرت حضرتك هذا العمل هو عمل مشترك وجدا عظيم، واليوم أكيد في رسالة حبيتوا توصلوها مو بس للشعب السوري، للخارج أكيد، واليوم نحن مرأت أعياد كتير تشاركت فيها الطوائف في سوريا، شو هي رسالتكم لليوم نيافة المطران؟ رسالة يلي دائما كانت سوريا تقدمها للعالم أنه الشعب السوري والشعب واحد. نعم، ونحن ما بنحكي عن تعايش، نحن نحكي عن عيش، بغض النظر عن اختلافاتنا الإيمانية العقيدية القومية، فنحن شعب واحد أكلنا من خير هالبلد وتفينا بظله. نعم، ومهما حاولوا يعني الحقيقة هي مبادرة، شوفي لألكم تفضل مثل ما ذكرت أنه الشباب هن اللي انطلقوا من المبادرة، وهذا اللي أسعدني لأنه الظرف اللي عشناه خلال 13 عام والمحاولات التقسيم والانقسام الفكري والعقيدي اللي حاولوا يزرعوها بفكر الشباب خاصة، والمخاوف من الآخر، هذا اللي للأسف حاولوا يعششوه بأذهاننا وضميرنا ولا وعينا. ولكن بهيك مبادرات لما بتطلع من الشباب وبنشوف هالعدد الكبير الاستجابة، أنا ما توقعت حقيقة أنه يكون في 150 شاب وصبية بليلة كانت تقريبا باردة من ليالي حلب يجوا بوقت راحة لتحضير وجبات لأشخاص ما بيعرفون. ولكن الظاهر واللي حبينا نقوله لكل العالم أنه ما قدروا علينا، ما قدروا على إيماننا، ما قدروا على وطنيتنا، على إنسانيتنا فوق كل شيء، وهذا الشيء اللي بيظهر بهالمبادرة حقيقة، وهذا الشيء اللي حبينا نقوله. أكيد دائما بنتمنى سوريا دائما بخير والمحبة والسلام لإلها، وأكيد بدنا نتشكر جهودكم أنت وكل الفريق اللي قام بهي المبادرة، كل الشكر لك نيافة المطران بطرس قسيس مطران حلب وتوابعها للسريان الأرثوذكس. شكرا جزيلا لألكم كمان، لكل وسائل الإعلام الوطنية اللي غطت المبادرة بطريقة جيدة جدا، وبتمنى اكيد انه هالعيد القادم عيد الفطر السعيد ينعاد عليكم بالخير والبركه على قيادتنا الحكيمه، على سياده الدكتور بشار الاسد. نعم، مثال انه قدوتنا بالصبر والتحمل والشجاعه على لجيشنا العربي السوري، والرحمه لكل شهدائنا. امين يا رب. شكرا، بدنا نشكرك نيافة المطران، وتحية من خلالك لكل فريق العمل ولكل أهالينا بمدينة حلب، يعطيكم ألف عافية وشكرا لهذا المبادرة الجميلة. شكرا لحضرتك. شكرا، ربنا يبارككم. شكرا، أهلا وسهلا. نحن مكملين ليلى بباقي فقراتنا الصباحية، ولكن قبل ما نروح لنكفي صباحنا لليوم فاصل وراجعين. We'll be right back.
مهلا مشاهدينا، رح نروح لمحافظة دير الزور حيث تعمل الجمعيات الأهلية على تقديم السلل الغذائية ووجبات الإفطار اليومية ضمن فعالية حملة رمضان تشارك بالخير. تفاصيل أكثر مع زميلنا إبراهيم الضلي. ضمن فعاليات حملة رمضان تشارك بالخير، تعمل الجمعيات الأهلية بدير الزور على تقديم السلل الغذائية ووجبات الإفطار اليومية. هناك مطابخ في محافظة دير الزور، 4 مطابخ تقوم بتجهيز وجبات إفطار للأسر الأشد احتياجا. تقريبا عدد هذه الوجبات من 2000 إلى 3000 وجبة يوميا توزع إلى كافة الأسر الأشد احتياجا، حيث يقوم هؤلاء المتطوعين بإيصال هذه الوجبات إلى أصحابها في بيوتهم. بالإضافة إلى أن هناك حملة من قبل الجمعيات بالتشارك مع المجتمع الأهلي والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية، من خلالها تم تجهيز سلل غذائية وتوزيعها للأسر الأشد احتياجا حسب المعايير التي وضعت لهذه السلل. عمليات التوزيع تتضمن تقديم أكثر من 2000 وجبة إفطار يوميا وألف السلات الغذائية للأسر الأشد احتياجا. الجمعية أحد المطابخ، هون عندنا في الجمعية مطبخ كمان نقوم بطبخ للأخوة والأهالي الأشد فقرا والأكثر هشاشة، نقوم بتوزيع يعني بما يعادل تقريبا من 100 إلى 150 وجبة حسب الإمكانية اللي تكون موجودة متوفرة عندنا. الحملة تهدف إلى تقديم يد العون للأسر المحتاجة لتخفيف الأعباء الاقتصادية وتعزيز التكافل بين أفراد المجتمع. فراهيم الظلي، الإخبارية السورية، دير الزور. ورح نروح ضمن تقريرنا ايضا لمحافظه حلب. وحتحب اللحمه بعجين ليلى؟ طيبه. لا هي طيبه، بس نحن دائما بتلاقي كل محافظه الى بسطه الخاصه بصناعه هي الاكله. اليوم اهالينا بمحافظه حلب هي من الاكلات المحببه لهم كثير وخاصه بالشهر الكريم. زميلنا مصطفى كوسا وضمن التقرير التالي لحمه بعجين، خلونا نشوف اليوم اهالينا بحلب كيف بيحضروا هي الاكله. مأكولات عديدة تعتبر من الأطباق والأكلات الشعبية المفضلة بالنسبة لأهالي حلب في الشهر الفضيل، ومنها أكلة اللحم بعجين أو الصفيحة، ولها صنفان حيث يتم تحضيرها وفق مقادير معينة وبنكهة مميزة. أكلة مميزة بتتميز بحلب طبعا وبرمضان يعني طبعا بمكوناتها وشغلها. مثل اللحم بعجين بتبلش من عندك عجين مي وطحين فقط لا غير، تعجنهم سحبناهم حطيناهم بالقطاعة، قطعناهم طلعناهم من القطاعة على الرقاقة رقيناهم، بعدها بيجوا لهون على الرق على اللحمة، مدينا اللحمة دخلوا بالفرن حرارة معينة طبعا فوق 500 دقيقة أو نص الدقيقة بتكون طالع اللحمة بعجين من الفرن. هلا مكونات اللحمة بعجين الأحمر العنتابي اللي هو العنتابي، بندورة، بقدونس، فليفلة، سمنين، توم طبعا، هاي مكونات العنتابي، والبلدي اللي هو الأسود، دبس رمان وبصل، ملح وبهار، هذا هو. الإقبال جيد على اللحم بعجين برمضان حيث يتم تحضيره في المنازل. وبرمضان طبعا، برمضان مثل مثلا شلون الفول يوم الجمعة كمان هي رمضان، بتبلش من اول رمضان مثلا لاخر رمضان، اللي بده يوصي اللي ما له مساوي اكل بالبيت مثلا بوصي كيلوين جاهزات سريعات، وهي بحا يعني وتشوفها سبحان الله يعني طالع القرص سخن طيب يعني ممتاز بطلع. طبعا كل مين له مثلا طريقته الخاصه بلحمته بتبلته ببهاراته، مثلا فرنه مثلا بخبيزه بعجينه، هي يعني كل مين له نفسه بالشغل والله يرزق الجميع. يعتبر طبق اللحم بعجين من الأكلات التراثية في مدينة حلب، فرغم الظروف الاقتصادية الحالية إلا أن العديد من العائلات تجد فيها وجبة إفطار متكاملة
بسعر مقبول. مصطفى كوسا، الإخبارية السورية، حلب الشهباء. أما هلا مشاهدينا وصلنا لآخر فقراتنا الصباحية لليوم، ورح نحكي فيها عن موضوع بدأنا فيه الأسبوع الماضي، هو مرض التوحد عند الأطفال، وهذا الموضوع بهم كثير الأهالي. لكن اليوم رح نحكي عن التقنيات الجديدة وتقنيات العلاج ونصائح رح تقدم لنا إياها ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو، الدكتورة غالية سعيد، دكتورة بعلم النفس. سعد صباحك دكتورة، أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير دكتورة غالية، كيفك؟ وانت بألف خير، كيفك؟ تمام الحمد لله، نشكر رب العالمين. طيب اليوم دائما نحن خلال صباحاتنا بنستذكر طيف التوحد وبنركز على هذا الحالة، خلينا نقول كرمال نوصل أهم المعلومات المفيدة إن كان للأهالي أو كان للمختصين اللي عم يتابعونا. خلينا هيك من خلالك دكتورة نرجع ونعرف بطيف التوحد. تماما، أول شيء هو اضطراب طيف التوحد. خلينا نبدأ نقول نبعد عنه وصمة أنه هو ليس مرض. طيف التوحد ليس مرض، إنما هو اضطراب نمائي يحدث بالدماغ فيؤثر على أماكن التواصل الاجتماعي والإدراك والقدرة على التماس مع المجتمع الآخر، وبالتالي ممكن يعيق القدرات اللفظية والحركية والمهارات الجسدية. ممكن يكون إذا ما تلقى العناية المساعدة والتدخل المبكر وتقنيات العلاج اللي كانت جيدة، ممكن للأسف اضطراب طيف التوحد يتمادى بدرجات عليا ويأثر على الشخص. لكن بالمجمل إذا كان في تدخل مبكر ممكن نقدر نحن نتداركه، رح نتحدث عنه فيما بعد. تمام دكتورة، في فرق بما يسمى التوحد، مرض التوحد أو طيف التوحد، ولا بس فرق بالتسمية؟ هلا كلمة التوحد الكامل، هلا نحن في عندنا مستويات بالنسبة لاضطراب طيف التوحد. بتوقع كثير من الناس اللي عم تحضرنا هلا بتكون عندها يمكن أطفال هيك أو بتعرف أطفال هيك، بتتراوح مستويات الأداء بيناتهم. ممكن تلاقي طفل داخل بمرحلة التوحد الكامل يلي هو انفصال كامل عن الواقع، عدم استجابة لأي مثيرات خارجية، عدم قدرة حدا على التعلم، وممكن في بعض الأحيان يكون هدول الأطفال عندهم قدرة كثير عالية على إيذاء أنفسهم، وبالتالي هون صار في تدخل دوائي أكثر. لكن بالنسبة لاضطرابات طيف التوحد كمان ممكن تتراوح بالتدخل المبكر وبالمساعدة، ممكن تكون تبدأ من بسيط لمتوسط لحتى متقدم. لكن مثل ما قلت لك، مثل برجع بقول انه دائما لما بيكون في مبادره ومساعده وتدخل مبكر بنخفف من وطئتها بشكل كثير كبير. طيب هاي المبادره وهذا التدخل المبكر بحاجه اليوم لانه الاهل ينتبهوا لهذا الطفل اذا الاضطراب موجود او لا، يعني اليوم في اعراض بتظهر على هذا الطفل وفي عمر، يعني ممكن في أعمار بتظهر بشكل كتير كبير، ممكن تبلش بشكل كتير خفيف. خلينا نركز على موضوع الأعراض كرمال الأهل ينتبهوا أكثر وعلى الأعمار أيضا. تمام، هلا أول شيء رح نقول لأي أم هلا عندها طفل رح تنتبه دغري على العلامات، ورح نعطيهم تقريبا بالأشهر لحتى كيف لازم تكون ردة أفعال. غالبا الطفل على الشهر السادس يفترض أنه هو ينتبه على يتبسم أو يعطي بعض الإيماءات البسيطة بوشه بالشهر السادس، إذا ما عمل هذا الشيء نقيده فورا. لازم الأم يكون عندها إشارة استفهام. على الشهر التاسع يفترض أنه يبلش يصدر بعض الأصوات أو المناغات يعني أكثر حتى شوي، إذا كمان الطفل ما استجاب لهذا الشيء كمان في إشارة استفهام. على الشهر الثاني عشر يعني طباق السنة لازم يبلش يحكي على أقل جملة كاملة، أو يحاول يتنقل أو يحاول يلفت نظره بألوان بقصص، يعمل إشارات، ممكن يلفت النظر لإله. إذا ما عمل هدول الأشياء كلياتهم إشارات الاستفهام عم بتزيد أكثر، وهكذا توليت إلى أن يصير معنا لمرحلة السنتين. في بعض الأطفال ممكن يكونوا بيتحدثوا، وكثير من الأمهات تجي بتقلنا أنه أنا كان ابني على السنة بيحكي بيتحرك طبيعي وما عنده أي مشكلة، بالعكس كان يستجيب يعني. لكن على دخول لطباق العامين فقد اللغة اللي تعلمها. للأسف بعض حالات اضطراب طيف التوحد الأطفال بيفقدوا الكلمات واللغة اللي نحن كنا متعلمينهم إياها، وبالتالي بيصير عندهم صعوبات تعلم كتير كبيرة. هاي بعض الأمور الشائعة، طبعا إضافة إلى الألوان الأصوات المناداة التواصل البصري. طفل التوحد الأعراض الأهم إنه هو بيرفض الالتماس الجسدي، يعني ما بيحب الأم لما بتجي بتضمه مثلا، أو بيحب يبادر لعند حدا، بيكون دائما عنده مبادرات بعيدة وعالمه الخاص فيه. طب قبل ما نروح لتقنيات العلاج خلينا نرجع ونحكي شو هي الأسباب الأساسية لمرض التوحد.
صديقتي للأسف إلى الآن ما في سبب مباشر عم يقدروا عليه يسندوا عليه أي دراسة أو أي علماء أنه في سبب مباشر هو يكون مسؤول عن التوحد أو طيف التوحد خلينا نقول، لكن عم برشحوا أكثر من الأسباب، وأحدها عم بيكون أنه العامل الوراثي له ممكن يكون دور بهذا الموضوع، بعض أثناء التشكل الحمل أو ممكن يكون أكثر شيء هذا التوجه لإله. هلا في بعض الأسئلة الشائعة اللي ممكن تدور ببعض يعني رأس أهل العلم أنه هل من المعقول أنه بعض اللقاحات أثناء الأم الحامل انه بتعمل هذا الشيء؟ لا تماما، من امنهم انه اللقاحات او اي شيء ممكن تاخذه الام اثناء فتره الحمل او حتى للطفل بعد الولاده هو تماما بعيد عنه وبريء تماما من فكره التوحد وحتى اطيافه. هل من الممكن الاتهامات اللي بتكون انه اجهزه الشاشات مثلا او اللابتوبات او اي شيء عم نحط تكنولوجيا له سبب؟ كثير صادر هذا الشيء انه هو يكون سبب، كمان هو بريء من هذا الشيء تماما، ما لهم اي سبب. ولكن للتوضيح، في دراسة أثبتت وأجريت على نسبة كتير كبيرة من الأطفال اللي عم يعانوا من طيف التوحد، لقوا أنه مشاهدتهم لوقت كتير طويل للأجهزة اللوحية، خاصة أنه ما في تجاوب، يعني الشخص اللي عم يحضره كرتون أو شيء هو ما عم بيتجاوب معه، يعني ما عم يضحك معه، ما عم بيبادل له هيك. فممكن إذا كان في تزود النسبة وتخليها تتكاثر بشكل بس أكبر. هي ما أنا مسبب أساسي، هي ما أنا مسبب أساسي أبدا. لا طيب خلينا نروح للعلاج. اليوم خلينا نكون متفقين إن إحنا أمام اضطراب هو غير قابل للعلاج النهائي للأسف. نعم، ممكن نحنا نساعد هذا الطفل من خلال تماما. تقنيات، من خلال أساسات، من خلال المجتمع المحيط، هذا لحاله بحث آخر يعني. صحيح. والشيء اللي بتقدميه لهذا الطفل اللي عنده اضطراب التوحد، نحكي عن الأساسيات تماما. عن شو بتتبعه، خلينا نقول المساعدة وليس العلاج. تماما يا عزيزتي، مثل ما تفضلتي هو صراحة بده يبدأ من الأم والأب، لأنه بس يكونوا الشخصين المسؤولين عن طفل التوحد أو طفل اضطراب التوحد هن واعيين تماماً بالأشياء والتصرفات وردات الأفعال، وحتى ممكن يعني المبادرات اللي بده يعطينا إياها أو المخرجات اللي بده يعطينا إياها، لما بيكون عندهم وعي فبتكون عندهم البيئة الخصبة للاستيعاب أكثر، وبالتالي قدرتهم على التعلم أكثر ومساعدته أكثر. الطفل اللي عنده اضطراب طيف توحد هو مو بسهوله بيقدر يتعلم، يعني في بعض المقولات الشائعه بتقول انه نسبه ذكائه مرتفعه اكثر، لا هاي الدراسه ما انا صحيحه دائما، لانه ممكن تكون دراسات اثبتت انه بتكون متوسط ذكائه من متوسط منخفض عفوا الى متوسط، سواء بعض يكون مبدع بناحيه ما، مبدع بناحيه ما، لكن مو شرط دائما يكون اذا عنده طيف توحد يكون مستوى ذكائه عالي جدا، لا هذا الشيء ابدا مو. فنحن بنبدا من الاسره، من العائله الحاضنه، يعني الام طريقه تتعرف كيف مثلا ممكن تخفف من ردات فعله، كيف ممكن توضح له، كيف ايمتى المرحله اللي لازم تشرح له فيها. بعد منها بيدخل هون شيء اسمه العلاج السلوكي المعرفي، اذا كان حاله الطفل ما بتستوجب تدخل ادويه. إمتى بتستوجب تدخل الأدوية؟ لما بعض الأطفال للأسف بيسجلوا أنه أذية جسدية لإلهم. بعض أطفال اضطراب طيف التوحد ممكن يضرب رأسه بالحيط لدرجات كتير مزعجة، ممكن حتى يدمي نفسه أو يعض نفسه أو يجرح نفسه. طبعا بهالأمور هون بيتدخل الطبيب النفسي مع أخصائيين العلاج السلوكي والمعرفي وأخصائيين النفسيين، وبيشرف على الحالة الدوائية اللي هو ممكن يعطيه هو مثبتات للهرمونات. بالمقابل بيدخل فكرة العلاج السلوكي المعرفي اللي هو مساعدة طفل طيف التوحد على الدمج بالمجتمع، وكثير أطفال أثبتوا جدارتهم أنه اندمجوا بالمدارس العامة للأطفال وقدروا يحصلوا تحصيلات علمية، لكن بتضل عندهم بعض الردات الخفيفة يعني. اللي بتظهر للأسف أثناء الغضب الشديد أو الفرح الشديد. تمام. طب دكتورة، يمكن اليوم سواء بالمدرسة أو بالبيت مثل ما ذكرتي من شوي أنه الدور الأساسي للأهل، لكن اليوم بأي عمر بيظهر أو بتظهر الأعراض بشكل أكبر ممكن ينتبهوا الأهل أنه هذا الطفل فعلا أنه عنده توحد؟ يمكن أحيانا بأعمار صغيرة ما بينتبهوا لهذا الموضوع. صحيح. شكرا لسؤالك. تماشيا مع كل الأشهر، لكن بطباق العامين وللأسف الطفل إذا ما عطانا أي استجابات أو فقد اللغة تماما أو ما شعرنا أنه هو على السنتين لازم يكون تقريبا نحن بنقول عنه كائن صغير عم يتحدث معنا وعم يعمل معنا أشياء نوعا ما، شاركنا نشاطاتنا. إذا على طباق السنتين ما لقينا هذا الطفل عم يجاوب معنا عم يعمل ردات أفعال، فورا لازم نحن بصراحة ما نتأخر أبدا بطلب المساعدة. والنقطة اللي كتير مهمة وأتمنى أن الناس تفهم عليها، نبعد تماما عن شيء اسمه الشعوذات والخرافات أو المس أو القصص. في كتير ناس برأيها أنه اضطراب طيف التوحد هو نتيجة خطأ يعني أو مس أو شيء أو شعوذات، فبالتالي بيلجأوا لأشياء ممكن تأذيهم وتأذي الطفل وتأخر علاجه.
طيب اليوم دكتورة وقت اللي عم نحكي عن طفل عنده اضطراب من نوع خاص وحاجة لرعاية جدا مهمة، واليوم للأمانة عم نشوف حتى الدراما السورية بلشت تضوي على هذا الموضوع، وشفنا خلال شهر رمضان أحد المسلسلات الدرامية كان يعني محور العمل هو عن شخص عنده اضطراب يعني، وشفنا اليوم من خلال هاي الدراما قدرت توصلنا أنه اليوم هذا الشخص بحاجة لرعاية جدا خاصة، بحاجة لحنان جدا مهم. هذا الطفل أو هذا الشاب بيكبر وبيتعلق بالأشخاص اللي عطوه كمية هاي الحنان للأسف. والعكس صحيح. اليوم نحكي عن تأثير المحيط. تماما. هلأ المحيط بالنسبة للشخص اللي عنده اضطراب طيف توحد جدا مهم. نعم. جدا مؤثر. يعني للأسف البعض منهم حتى لو سجل تقدم كتير سريع بحياته العملية ولو وصل لمراحل عمرية متقدمة، لكن إذا خسر الشخص اللي كان كتير مرافق له عاطفيا اللي عم يمده بالأمان وبالإحساس، ممكن يصير في عنده ردة فعل أو حتى نكوس أو حتى ممكن يتراجع نشاطه الأدائي بشكل كتير كبير. المشكلة للأسف مع الأشخاص اللي بيعانوا من اضطراب طيف توحد هو التعلق الشديد، لأنه نادراً ما يشعروا أنه في شخص ممكن يفهم عليهم من كونهم أنه إلى الآن حتى لو استمروا بضل لهم عالمهم الخاص، بضل لهم أصواتهم الخاصة، مدركاتهم الخاصة اللي تختلف تماماً عن الأشخاص الآخرين. لذلك لما بيلاقوا شخص ممكن يفهم هاي المدركات يستوعبها، مثل ما انتبهتوا حتى المسلسل كان عم يعطي تفاصيل كتير مهمة اللي هي أثناء نوبة الغضب كيف كان ممكن في لمسات محددة بيعملها على جسده. لغة جسد اليوم استخدمت ضمن العمل الدرامي أيضا. التوحد مثل ما تفضلتي عنده لغة جسد خاصة فيه، فكتير مهم إنه الأشخاص المقدمين الرعاية له شو من كانت مسمى تبعهم يكونوا عندهم دراية بهذا الشيء. بينصدم هو لما بيطلع على العالم الطبيعي برا، للأسف بيتعرضوا لحالة من التنمر جديد كتير، لأنه ممكن يضل عندهم الرفرفة تبع الإيدين، ردات الأفعال، الرجع هيك لورا، تكرار الجواب. للأسف ممكن بعض منهم يخسر القدرة اللفظية اللباقة باللفظ خلال نوبة الغضب، تمام، أو حتى بالكلام العادي. يعني مثلا ممكن يروح لعندك ما يقول لك مرحبا كيفك بدي كذا أعطيني مي، هن برأيهم أنه ما عم بيقدر يوصل لك بس الهدف اللي بده إياه، يعني ما عنده اللباقة يمكن شوي. هلأ بيتعلمها ولكن البعض منهم بده وقت، فهم بينصدموا لأنه مو كل الأشخاص بتكون عندها دراية بهذا الشيء، فبصير تنمر عليهم وبصير أذية، للأسف ممكن تصير نكوس. تمام. طب دكتورة في حال اللي ذكرتيهم، البيئة، المحيط، الأهل، الطبيب النفسي، البيئة اللي حوله، اليوم هدول ما كانوا مساعدين له البيئة، الأهل، في حال هاي الجو أو الجو المنزل خلينا ما كان مساعد لهذا الموضوع نهائيا، شو التأثيرات اللي ممكن يتعرض لها هذا الطفل بعدين؟ هلأ للأسف التأثيرات كتير سلبية ومؤلمة جدا، وممكن يعني حرفيا ما حقلك أنه تودي بنهاية حياة الطفل إلى الموت، لا، ولكن نفسيا وجسديا هو الطفل رح يعني يختفي تماما، لأنه هو بحاجة رعاية خاصة جدا. لما ما بده يلاقي الأم أو الأب أو الرعاية أو الأشخاص المساهمين بهذا الموضوع، فرح يصير في عنده حالة من التراجع أكثر، يعني صحيح. رح يفقد قدراته النطقية واللفظية والحركية بشكل كتير كبير، يعني نحن عم نحاول نقدمه هو رح تتراجع وتنحسر عنده، يمكن رح يفقد القدرة على الإدراك تماما للأسف، ورح يتراجع بشكل كتير كبير، رح يصير بمشكلة أخرى تماما، رح يدخل باضطرابات أخرى غير اضطراب طيف التوحد اللي هي الأهم، اضطرابات القلق المعمم والاكتئاب اللي للأسف ممكن تودي بالحياة فيما بعد. طيب اليوم نحن اليوم الأساس هنن الأهل طبعا، يعني اليوم في عائلات كتير للأسف خبت هذا الطفل بالعتمة للأسف، يعني خجلت من المجتمع، ما قدرت تواجه طفلهم بالمجتمع. اليوم عم نحاول نضوي دائما بصباحنا غير، وحتى مثل ما قلنا الدراما بلشت تتناول هدول المواضيع لنوصل رسالة انه هدول الأشخاص هنون مفروض يكونوا جزء من هذا المجتمع وليس عالي، مفروض احنا نحبهم بسلبياتهم قبل إيجابياتهم. وشفنا بعض المحاولات لدمج، ذكرنا موضوع الدمج حضرتك ذكرتي، كان له خلينا نقول نجاح وتأثير بنسبة، ما أكيد ما أنا 100%. قد ايه اليوم مهم إشراكهم بالعمل بالمدارس، تفهم المحيط لإلهم بالمدرسة، عدم التنمر، قد ايه هاي القصة إيجابية مفروض نحن نروح فيها دائما للإيجابية. تماما، مثل ما تفضلتي عزيزتي عم تحكي كلام كتير منطقي وجميل. للأسف إذا أنا يعني مثل ما بيقولوا ميزت بطفل عنده اضطراب طيف توحد، مو معناها أبدا
انه انا اخبيه عن عيون العالم او اتعامل معه على انه هو شيء معيب، او ممكن في بعض العائلات بتعتبر انه هذا يعني بدايه التاريخ الموروثي للعائله، انه ما في عندنا بعائلتنا حدا مثلا انه هيك، مثل ما قلنا انه هو ما له سبب وبيطلع بشكل مفاجئ. لكن اكيد الدمج والمساعده لانه حتى ينخرطوا بالمجتمع هذا الشيء كثير اساسي ومهم. ليه؟ لأنه حتى مقدمين الرعايه اللي موجودين لهم بفتره من الفترات ممكن يفارقوهم نتيجه يعني عامل نحن ممكن على الاقل يمكن انت مع اليوم دمجهم بالمدارس طبعا الاطفال الاسوياء، ولكن بشرط مع دمجهم بحسب مستوى اضطراب الطيف اللي موجود عنده. يعني هل هو بسيط الى خفيف، ما بده يكون في كمان اذيه، اذا كان هو مؤذي فهو ممكن يؤذي نفسه ويؤذي الاطفال الاخرين اكيد لا. وممكن كمان اذا كان الاضطراب متقدم بمستويات عليا وهذا الطفل بيعمل ردات افعال او حركات التنمري اللي ممكن يلاقيه من الاطفال ونحن ما بنقدر نضبط مدرسه كامله، ممكن يعمل له ردات افعال كثير مؤلمه. انا ما هدمج وبشده وبقوه، ولكن تحت ضوابط سلوكيه ومعرفيه من قبل المختصين. يعني هذا الطفل بيتجهز لسنوات محدده بانه مع المعلومات والمعارف القدرات والقدرات المعرفيه والادراكيه، وبيدخل على مدرسه بيكون مشروحه حالته الطبيه والنفسيه لكل الكادر. وممكن حتى هلا صار في مشرفين نفسيين ومرشدين نفسيين بالمدارس بيشرحوا. انا دائما بقول بتمنى كل دورة فصلية يكون شرح شو يعني اضطراب، عشان إذا دخل طفل الأطفال على الأقل يكونوا مستوعبين شو هذا الشيء. صحيح. دكتورة اليوم كثير من الأطفال أو حكيتي ذكرتي حضرتك أنه ما في علاج نهائي، لكن في مراحل ممكن نخفف من هاي المراحل اللي هو فيها الطفل. اليوم من هون الأطفال الأكثر استجابة أو الأعمار الأكثر استجابة للعلاج؟ هلا اولا صراحه الذكور سجلوا معدل اصابه باضطراب طيف التوحد اكثر من الاناث، يعني بمعدل 4 لكل واحد. نحن نافدين من هالقصه الحمد لله وشغله نفدنا من شغله. لكن الاطفال انه قديش ممكن يسجلوا اضطرابات ما في شيء محدد، ما في احصائيه ابدا محدده، لكن للاسف بالسنوات الاخيره شهد انه في هن لسببين، شهد شو انه تسجيل حالات كتير كبيره باضطراب الطيف التوحد. هي لسببين، اما انه الاشخاص صار في عنده او المجتمع صار في عنده وعي فصار يصرح عن الاطفال اللي موجودين عندهم مثل ما قلتي كانوا يخبوهم، او انه هو فعلا للاسف نتيجه يعني الى الان ما في سبب. هي ممكن تقولي العوامل النفسيه، ممكن تقولي العوامل الوراثيه. هلا في نقطه العلم ما عم يثبت عليها، لكن كذا ام بكذا طفل بحاله اضطراب طيف التوحد قالت كثير من الامهات سجلت، وهي نصيحه بقولهم، اثناء الحمل لما بتمر بنوبه نفسيه سيئه اثناء الحمل ممكن هذا الشيء ياثر انه طفله يجي بيعاني من اضطراب طيف التوحد. وفي سيدات موجودين عم يشهدوا على هي الحالات وعم بيفيدوا فيها، وكلهم لما بتراجعي تاريخ حمله مرقوا بتجربه بتكون جدا حاله نفسيه سيئه للام الحامل، وبالتالي ممكن تتاثر وتأثر جنينة بهذا الموضوع. أكيد حديث يطول معك دكتورة، نتشكرك أكيد وشكرا لحضورك اليوم. سامي شكرا لكم، كل عام وانتم شكرا لك كل المعلومات اللي قدمتيها الدكتورة غالية سعيد دكتورة بعلم النفس. شكرا لك، شكرا صباحك بقية نهار نهاركم سعيد يا رب. نحن أكيد مكملين بباقي فقراتنا الصباحية، وقبل ما ننتقل لمحافظة اللاذقية أكيد بدنا نتشكر حرير بوتيك اللي قدم لنا العبايات خلال شهر رمضان الكريم لمذيعات صباحنا غير. أما هلأ رح نروح للاذقية حيث أقيمت مأدبة إفطار جماعية لذوي الشهداء والجرحى وكوادر الجهات المعنية في مدينة جبلة ضمن حملة تشارك بالخير. حنكون بتفاصيل أكثر مع زميلتنا علا ناصر. السوريون على قلب واحد ضمن حملة تشارك بالخير، مأدبة إفطار جماعية لذوي الشهداء والجرحى وكوادر الجهات المعنية في مدينة جبلة. يعني هي خطوة جميلة جدا، جمع هالمشايخ والعلماء وهالناس هي، جزاكم الله كل خير يا رب. الله يرحم الشهداء أجمعين ومشاعل نور لهالوطن، والله يرد الأمن والأمان لهالوطن ولكل أهل هالوطن. بهمنا نحن بكل هالإفطار إسعاد وبلسمة جراح أطفالنا أولاد الشهداء اللي هني أماني بأعناقنا. نقول شهر رمضان المبارك فيه إطعام الطعام وفيه اجتماع الأحبة
وفيه المودة وفيه التراحم. عطاء وتشارك ثمرة التعاون بين رئيس مجلس الأعمال السوري في مدينة العين الإماراتية الدكتور عمار قلة وعدد من الجمعيات الأهلية. هذا أقل شيء ممكن أن نقدمه للعائلات، أن نوقف معهم بهالظروف الصعبة اللي عم يعيشوها أخواتنا بسوريا. اليوم حبينا نعمل فعالية إفطار صائم مع أبناء الشهداء، يكون موجود فيها أطهر ناس اللي هن أهالي ذوي الشهداء والجرحى وعمال النظافة والإطفاء في مدينة جبلة. فهي ضمن تدخل كمان ضمن فعالية رمضان تشارك بالخير. اليوم في فعالية هي الأكبر اللي تمت خلال شهر رمضان المبارك، حيث قامت جمعية نحو أمل جديد بالتعاون مع جمعية سوى الخيرية لإعداد هذه المائدة الرمضانية، وكل عام وأنتم بألف خير. اليوم حبينا نوصل رسالة تطوعية، رسالة سامية بتدل على المحبة، بتدل على الخير بشهر الخير، ونحن كفرع اللاذقية للاتحاد الشبيبي الثورة جاهزين دائما في أي خدمة تطوعية أو في أي خدمة مجتمعية. الهدف تنزرع ابتسامة بوجه هؤلاء المحتاجين وأسر الشهداء اللي فقدوا أهليهم وفقدوا أزواجهم بهالحرب. وبتمنى من كل إنسان قادر أنه يساعد أي إنسان في العالم أنه نحن نتشارك ونكون كلياتنا سوا. صورة للتكامل الاجتماعي تجسد العطاء والخير وتسهم في ترسيخ قيم المحبة بين أبناء الوطن. بدنا نشكر أكيد كل الأيادي البيضاء اللي كانت ممتدة بجميع المحافظات السورية وكانت تعنى بالمآدب، خلينا نقول بوجبات السحور، بالإفطار للناس الأكثر احتياجا. رمضان كان كريم على الجميع، ويا رب هيك إن شاء الله تمرق علينا بكل خير وسلامة، ونرجع نعيش أجواء رمضان مثل ما كنا نعيشها من زمان. نرجع نقول شكرا لكل الأيادي البيضاء خلال الشهر الكريم. نحن وصلنا لنهاية صباح لليوم، إن شاء الله كنا ضيوف خفاف على قلوبكم وعلى بيوتكم، وقدرنا من خلال هذا اليوم نقدم لكم المعلومات اللي بتهمكم بحياتكم اليومية. بقية نهار حلو لكم مع كل حدا بتحبوه بحياتكم. كونوا بخير، باي باي. يعطيك العافية يا رشا، ولكل الكادر الفني اللي كان مرافقنا، وأكيد بالختام بدي أتشكر حرير بوتيك على العبايات اللي عم يقدمونا إياها خلال شهر رمضان لمذيعات برنامج صباحنا خير. أكيد مشاهدينا بتمنى لكم بقية نهار كتير حلو مليء بالخير البركة والمحبة والعطاء. تبقوا بألف خير، باي.